انك تكوني حامل ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله يعني كلنا كنا بنتمنى الموضوع ده واللي ربنا رزقها يعني اكيد عارفه الفرحه وربنا يرزق كل الناس. بس ان انت من اول يوم في الحمل تعاملي نفسك زي المشلوله وعشان تخرجي عشان تخرجي جوزك يجيب لك كرسي بعجل، دي اللي ما شفتهاش ولا هشوفها. لا والناس هو لسه الناس باصين له على انه الزوج الوفي اللي بيجر مراته المشلوله في الشارع. والله يا جماعه الموضوع فعلا صعب جدا، كنت متخيله مش عارف امشي، اقسم بالله ما عارف امشي. عشان الناس اللي بيقولوا انت كل يوم التاني تنزلي فيديو وتنزلي بوست، لا استنى بس لازم اوريكم عظمه جوزي العظيم وهو بيجرني ومسحبني وانا مشلوله. بس هو بيجرب ازاي مراته لما تكون مشلوله يخرج بيها يعني. لا بص الابتسامه، هو فرحان مش مجرد واحده هو في غيبوبه، هو في صدمه، هي كل واحده بتحمل بتتشل. لا بص ابتسامته حلوه ازاي، اللهم بارك هجوزه هتبقى واحده قاعده واحده واقفه. عشان لما يجي يخرج مراته الثانيه بقى لما تيجي تحمل تبقى ماشيه يجروني هما الاثنين. قبل ما تفكري تحملي اطمني على مفاصلك واطمني على ظهري، اطمني على كل حاجه تؤهلك ان انت تقدري تشيلي عيل بدل ما جوزك يشيلك انت والعيل، وفي الاخر هتقعدي على كرسي بعجل يا مشلوله.